الكتاب المقدس مصدر شبعي، مصدر شبعي، مصدر شبعي. مشاهدي قناة الطريق، أهلا بحضراتكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم الحواري الكتاب المقدس مصدر شبعي. النهاردة عندنا مجموعة جديدة من الآيات هنفسرها تفسير دقيق وعميق زي ما حضراتكم اتعودتم مع قدس أبونا إبراهيم عبده كاهن كنيسة الشهيد العظيم أبا سيفين والشهيدة دميانة بشبرا. أهلا بقدسك يا أبونا. أهلا بيك يا كريستين، منورنا ومشرفنا وبناخد بركة دايما بوجود قدسك معانا. تعيش يا قدس أبونا. نبتدي بالترنيمة الحلوة اللي معودنا عليها. فعلا كده، بسم الأب والابن والروح القدس. نسمع ايه النهارده بقى؟ هنقول بقى يا كل الصفوف السمائيين، جميلة خالص، الجميلة الرائعة بتاعت الخمسين المقدسة دي، نعيش الأفراح الأيام. اتفضل يا كل الصفوف السمائيين رتلوا لي نغمات تسبيح وابتهجوا معنا اليوم فارحين. اليوم قد كملت النبوة وقد تمت أقوال الآباء الأولين. بقيامة الرب من بين الأموات وهو بدء المطاجعين. قد قام الرب مثل النائم وكث مالي من الخمر. وهب لنا النعيم الدائم.
عتقنا من العبوديات مرة. وقدسك بتقولها كده يعني فرحان، يعني حاسس بيها، يعني قد ايه اللحن حلو قوي ومبهج كده، مفرح. اه امبارح كان عندي عظه في عين شمس، بس ف كنت بكلم عن فرحه القيامه. احنا ليه فرحانين بالقيامه؟ والاسباب الرئيسيه لفرحتنا بقيامه المسيح والمجد ايه اللي خلانا فرحانين؟ مش بس 50 يوم، لا، طول العمر نبقى فرحانين بعمل قيامه المسيح في حياتنا. فالواحد بيقولها بفهم، فاهم فرحان ازاي يعني. واضح على قدسك بتقولها يعني بعمق كمان. ربنا يخليك يا كريستين، تعيش كده وتقول لنا الحان حلوه وترانيم حلوه تعيش. النهارده هنستكمل رساله معلمنا يعقوب الرسول الاصحاح الرابع. احنا وقفنا الايه 16 و17 الحلقه اللي فاتت، الايه 15. هناخد النهارده ان شاء الله باذن ربنا 16 و17 ان شاء الله. طب نقراهم. اتفضل يا استاذ. رسالة معلمنا يعقوب الرسول بركاته علينا امين، الصحة 4 16 و17. واما الان فانكم تفتخرون في تعظيمكم، كل افتخار مثل هذا رديء، فمن يعرف ان يفعل ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له. لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم. لفت نظري في الايه رقم 16، معلمنا يعقوب الرسول بيقول بيتكلم عن الافتخار والتعظم، فهل في فرق بين الافتخار والتعظم؟ التعظم ان انا بتكبر على الناس، بتعاظم على الناس، حاسس بنفسي قوي ان انا احسن من الناس كلها. الافتخار بقى بفتخر بكده، يعني الافتخار ان انا بفتخر بما انا عليه، يعني اذا كنت انا غني او اذا كان عندي عيال او اذا كان عندي مقتنيات او ذو مركز، فانا حاسس بقيمتي بهذا الشكل في أي حاجة من دولة، وبفتخر بقى قدام الناس إن أنا بكلمة مني مش عارف أعمل إيه، إن أنا أقدر أعمل إيه وكده. افتخار مثل هذا إيه والكتاب؟ رديء. رديء. رديء عند ربنا وعند الناس. وفي ناس مش فاهمة كده خالص. وربنا بيعاقب الناس كده، لأن ربنا بيقول يقاوم الله المستكبرين، ربنا بنفسه اللي بيقاومهم. أما المتواضعين فيعطوهم نعمة. المتكبر بيفتخر بكبريائه، بيفتخر بتعظمه. مع ان المسيح لو المجد قال على العظمه الحقيقيه، قال من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكن خادما للكل، مش متسلطا على الكل، مش منتفخا على، خادما للكل، خدام يعني. ده العظمه الحقيقيه الروحيه المسيح لو عايزها. قال لما بيفتخر بنفسه وما يملك مقتنيات بتاع ده، بافتخار رديء وضد اراده ربنا تماما، وبيجي وقت عليه يوم ينكسر. يعني مثلا هقول لك يا كريستي، يعني مثلا على مستوى الاسري الصغير، لو واحدة مخلفة مثلا ولد واتجوز الولد ده، تفضل تفتخر انها ام فلان، فلان ده ابني، ولما يتجوز بقى يا ويل عروسته بقى لو كانت الام متعظمة، حاسة بالعظمة انها ام الراجل. يعني ام الراجل يعني معناها ان الست دي الخدامة اللي عندهم، فتتسلطوا عليها، هي تعملها بتنشنة، تعملها بتكشيرة، تضايقها، تتصرف تصرف. مثل هذه العينة من البشر مرفوضة من الله. مرفوضة من الله. الله لا يمكن يدي نعم أو مواهب أو خير لمثل هؤلاء الناس المتعظمين في أنفسهم. بالعكس، هو الله العظيم وحده العظيم الأبدي. حتى بنقوله في صلاة الصلح يا الله العظيم الأبدي، هو عظمته، هو الوحيد العظيم، عظمته أبدية لأنه هو الله بس. لكن إحنا كلنا في الموازين إلى فوق، إحنا كلنا تراب، يا آدم أنت تراب ولا التراب تعود. فالحمل اللي تعمل كده مع مرات ابنها أو تهيج ابنها على مراته، دي يوم الدينونة هتتعلق من رموشها في جهنم في النار الأبدية، لأنها استخدمت النعمة اللي ربنا ادها اللي هو الولد في إنها تتعب بيه غيرها، تتعب بيه بنات الناس. المفروض هي تبقى أم، تبقى أم لمرات ابنها، ولو ابنها ضايق مرات، لو ابنها هو ضايق الست مراته، هي اللي دافع عنها لأنها بنتها، لأنها أم الولد، فتقول له لا حرام عليك، يعني مش عشان أنت راجل يبقى تفتري على بنات الناس. استحملها يا أخي، هي استحملها بالراحة، علمها، تنصحه في وصايا ربنا. طب ما هو الله كلية الطهارة والقداسة، هو مستحملنا. هو حد فينا بلا خطية؟ لا طبعا، ما حدش فينا بلا خطية، ومستحملنا ومطول أناته علينا. بس في حاجة مهمة جدا، شرط،
قال إن لم تغفروا للناس ذلتكم لا يغفر لكم أبوكم السماوي. لازم نغفر لبعض، لازم نسامح بعض. وبعدين الآية اللي بعدها خطيرة جدا، هنجي لها بعدين، بس عايز أتكلم على العظمة والافتخار الرضي اللي هنا الروح القدس بيبكتنا عليه وبينبهنا ليه. مثلا لكن أنا أعرف مثلا بعض الحموات كان السبب في فشل الحياة الزوجية لابنها. بيحصل كتير. كتير، ما أنا بقى 40 سنة كهنوت عجوز يعني كتير، وهم السبب، الأم السبب، صلت ابنها عشان تاخد منه فلوسه عشان تبين انها يعني السيدة العظمى اللي المفروض مرات ابنها تعمل لها فروض الطاعة والولاء وتبقى تبوس ايديها. كلام مش معقول، انت مش واخدة عبدة ولا واحدة من ورا الجاموسة مثلا، مع احترامي اللي ورا الجاموسة بياخدوا اللي زيهم، انت واخدة واحدة بنت ناس سواء هنا او هنا، حتى لو من ورا الجاموسة ما بنت ناس برضه، يعني انت واخدة بنت ناس حافظة عليها، عاملها بحب بحذر، اللي ما تردوش على بنتك لما تتجوز لو ليكي بنت، ما تردوش على بنات الناس، لكن تتعظمي على بنات الناس وعلى نسايبك الجداد عشان بحجة انك انت ام الولد ام الراجل. هتروحي فين من ربنا؟ هتروحي فين من ربنا؟ انا نفسي كل انسان فينا بيتعظم، وبرضه البنت اللي تتعظم على حماتها نفس الحكايه، يعني البنت اللي بتبقى متجوزه الولد وتتعظم وتتقالط على حماتها وتعاملها تقول لها يا طنط متغربه يعني. أيوة. مش عايز مش هين عليها تقول لها يا ماما او تعملها بحدود ضيقه جدا، غرب غرب غرب، بتاخد ابنها منها، ما لها الحق ام حقها تتضايق طبعا لما ابنها اللي ربته وترفض عليه دم قلبها وحياتها ودمها واعصابها، تيجي واحده غريبه بسهوله كده تاخده وتفطمه عنها خالص حتى ما تسالش فيها. مطلوب من الام دي تعمل ايه بقى يعني؟ اكيد هتزعل وهتتضايق. ها؟ هتزعل وهتتضايق. طبعا. ولو طالت تنكد على عشان حتى زمامنا كده عليها هتنكد طبعا، ولو ده مش صح يعني روحيا مش صح، لكن شيء طبيعي لكل فعل رد فعل صح. على راي نيوتن يعني مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، ده قوانين. كما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم. يعني مرات الابن اللي عايزه حماتها تعملها كأم، هي كمان تعامل حماتها انها امها بنفس المعامله اللي بتعاملها امها بالجسد. اذا عملت كده كسبتها وحماتها تحطها في عينيها، وهكذا برضو الام الحما لما تعامل مرات ابنها كبنت ليها فعلا بنتها بالجسد، انها بقت جزء من لحمها هي وابنها لحم واحد ودم واحد لا يصير بعد الاثنين مركز. لو عملتها انها ام فعلا، مرات ابنها هتنكسف في يوم من الايام وتحطها في راسها وتتمنى خدمتها فعلا مع الصبر. لان في بعض البنات ما بتجيش بسهوله، في بعض البنات ما بيأثرش فيها محبه حماتها ليها واهتمامها بيها، بالعكس تعتبر ده فرض عليها وواجب ولازم تعمل كده عشان ترضى عليها وتخلي ابنها يرضى عليها، بتيجي في الاخر بقى تخسر. ودول ودول نسيوا الحمل اللي بالشكل ده والبنت ومرات الابن اللي بالشكل ده، نسيوا ان كله سلف ودين. حقيقي. كله سلف ودين، بالكيل الذي به تكلون يكل لكم ايضا. او طبعا ده قاعده ربنا يسوع حطها، الذي يزرع بالبركات بالبركات ايضا يحصد، يعني اللي يزرع حب واتضاع في التعامل هيحصد حب واتضاع، هيحصد يعني. اما اللي يزرع بالشح او بالغدر او بالنكد او بالغم هيحصد، كله راجع طبعا. فهنا عشان كده الايه بتقول ايه بقى؟ واما الان فانكم تفتخرون في تعظمكم. يعني ما تفتخروش كل افتخار يعني ما تفتخروش بالتعظم، يعني ما تفتخروش انا ام الواد ولا انا وزيره ولا انا مدير عام ولا انا غنيه ولا انا ولا انا، ما تفتخريش بكده، لان كل الحاجات دي الله لولا انه سمح اداها لك ما كانش اداها لك. طب بص لغيرك، مئات القلوب بل ملايين مش لاقيين ياكلوا، مش لاقيين مكان يناموا فيه، حتى اوضه قاعدين فيها بالزنقه كده، اشكر ربنا على النعم اللي اداها لك يعني. فما تتعظميش باللي انت فيه، اللي انت فيه ده مش من ايدك. ايوب الصديق قال بقى كده، قال الرب ايه؟ اعطى والرب اخذ، لكن اشكر ربنا. فربنا اللي بيدي كل حاجه من عنده حلوه، فما ننساش ان دي عطايا ربنا ونشكره عليها ونفتخر به هو بربنا اللي ادانا كل النعم دي. عشان كده كتاب بيقول فيها ايه يا كريستين دي بقى؟ من يفتخر فليفتخر بالرب. من يفتخر فليفتخر بالرب. مش يفتخر بتعظمه انه بقى انسان عظيم، انه بقى عنده وعنده وعنده. طب ما لولا ان ربنا اداني نعمه او اداني مخ او اداني صحه كنتش هعمل حاجه. يبقى كل ده نتيجه اللي ربنا اداهولي. صح؟ تأكيد. اوعي تظلمي مرات ابنك. اوعي تظلمي حماتك. اوعي قاعد هتجنيه في صحتك في عافيتك في اخر ايامك. انا بقول لك وانت حره، اوعوا يتعاملوا مع بعض بحب وباتضاع قلب بنقاء عشان ربنا يبارك حياتكم.
غير كده هتجنوا هتجنوا. خلصت ضميري. طيب بده يخليني اسال قدسك، ازاي نقدر نحمي نفسنا من التعظم والافتخار؟ سؤال حلو. ازاي صح نقدر نحمي نفسنا من كده؟ انا ابقى متاكد، اي انسان فينا يبقى متاكد ان اي نعمه في عنده او اي ميزه عنده هي من عند الله مش من عنده. يعني يا احبائي، يعني انا ربنا دلوقتي مديني صحه وماشي بها على رجلي، طب مش في غيري في المستشفيات عندهم فشل كلوي وبيغسلوا مرتين وثلاثه في الاسبوع مش لاقيين نفسهم، مش حاسين بالدنيا خالص؟ مش في ناس عندها سرطانات بعيد عننا؟ مش في ناس عندهم شلل مش عارفين يخدموا نفسهم؟ وامراض بقى مش هنقعد نعد، تسمعوا وشايفين بعينيكم عم الامراض، تلاقي خشوا المستشفيات يا احبه وشوفوا. فاذا اللي انا فيه ده اشكر ربنا عليه لانه ده من عند ربنا، انا ماليش فضل فيه، انا ماليش فضل فيه، لكن ربنا اداهولي فهتعظم على ايه؟ بأني امر هتعظم؟ انا شويه تراب وهرجع له تاني. اما اي ميزه فيها ربنا، يعني انا مخ نظيف مثلا الحمد لله، يعني الحمد لله لو ربنا مديني مخ نظيف، انا اللي اشتريته من السوبر ماركت مثلا ولا اتولدت بيه؟ اتولدت بيه، فهفتخر بيه ازاي انا مخ نظيف؟ بس اشكر ربنا، قال اشكر ربنا انه مديني مخ نظيف او مديني تفكير حلو. هي نعمه معطاه من الله يعني. ايوه هي ايه؟ نعمه معطاه من الله. معطاها من الله بالظبط كده. فهفتخر بها ليه؟ افتخر بعمل ربنا معايا. من يفتخر فليفتخر بالرب. مش بنفسه. اللي بيفتخر بنفسه بقى انسان متكبر، نسي نفسه، نسي ربنا، وده الاهم. نسي ربنا اللي هو سبب كل اللي هو فيه الحلو ده. فننجي نفسنا بكده. نمره اتنين بالاتضاع بقى. نمره ثلاثه ان انا ابقى فاكر ان اللي هعمله اعدي دنيا واخره، اعدي وهتحاسب عليه دنيا واخره مش اخره بس كمان، فخلاص اعمل حسابي. يعني في راجل كان عنيف جدا مع مراته ومع اولاده كمان، عنيف جدا لانه حاسب نفسه وقوته وهو اللي بيصرف ومراته كانت قاعده في البيت، فطايح يعني. جه الراجل بعد ما اتحلق المعاش عيد ومرض مرض شديد جدا لدرجه انه ما بقاش يقدر يتحرك من عسير الا لما يشيلوه ويحطوه. شوفي بقى اللي جاي، مراته كان رد فعلها ايه؟ ما طول عمرها مهانه ومقهوره منه، واولاده مش طايقينه اصلا، ولاده كانوا سايبين البيت على طول ماشيين عشان ما يقولهمش هاتوا حاجه ويخدموه. يعني ولاده كانوا يقول ما يستاهلش مننا كوبايه ميه نديها له قصاد اللي عمله في طول عمره، فجنى بيجني. مراته كان لما ينده عليها تروح تعمل له الحاجه ما ندهش، سايباه ما اسالش فيه، اشرب مش انت عذبتنا، تعذب دوق من العذاب. انا ما بقولش الست دي غلطانه ولا مش غلطانه، لكن انا بقول هو جنى ايه؟ هو زرع خصام وزرع عنف وزرع حاجات بيحصده. هو مش بس هيتحاسب عند ربنا فوق، ده هو كمان بيتحاسب على الارض بالظبط كده. جزء هو على الارض يعني. ما بيدوق بقى الذل اللي دواه لهم من ربنا بقى نفسه، ربنا سمح له بقى كده، قال له كفايه. لما كان يسمع عزة عن كده الناس ما بتصدقش. انا دلوقتي اتكلمت وحذرت، هيفضل في ناس برضو اللي فيها فيها والعناد اللي فيها فيها، علشان يقصبونا مش بياخدوا الكلام عليهم بالظبط، بيحسوا ان هم ما فيش اي مشاكل بكل عندهم بكل اسف. ان هم ما فيش اي مشاكل عندهم. مشاكل بره، مشاكل مش عندهم، او مش هيحصل لهم حاجه من دي. هم بقى بره الماضي، ما يفهموش ان الدنيا ملهاش امان. الدنيا ملهاش امان، لكن بالكيل الذي تاكلون يكل لكم. ما تفتكروش، ما تنسوش الايه دي ابدا ابدا، ما تبصوش لدلوقتي، بصوا بعدين. الايه دي قاعده ربنا حطها، بالكيل الذي تاكلون يكل لكم ايضا، زي ما هتعمل يتعمل، زي ما هتعمل هيتعمل فيك دنيا واخره. طب وليه يعني؟ طب ليه ما نتعاملش بعض بحب؟ ليه ما نتعاملش مع بعض باتضاع وبنقاء؟ ليه يعني؟ احنا كسبانين دنيا واخره، مش خسرانين ابدا. هنخسر كتير قوي قوي دنيا واخره لما نتعامل بغير كده، بغير الحب والنقاء والاحتواء. اكيد طبعا. طيب لو جينا كمان الجزء الاخير في الايه، كل افتخار مثل هذا رديء. لفتت نظري قوي كلمه افتخار رديء، هل في افتخار رديء وغير رديء؟ طبعا، سؤال رائع. في الافتخار الرديء ان انا افتخر بذاتي، افتخر بما املك، افتخر بمركزي، بمناصبي، افتخر بعيالي، افتخر كده يعني، بجمالي مثلا يعني، افتخر بصحتي، ده افتخار رديء. امال ايه الافتخار بقى الممدوح اللي مش رديء؟ من يفتخر فليفتخر، او فليفتخر بالرب. في ايه كانت جميله قوي، حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. فيها افتخار برضو بس كله راجع لربنا وللصليب. برافو، يبقى افتخر بالرب، الرب اللي جه
في شكل الجسد، في شكل الانسان، الله اللي قبل يبقى في شكل العبد عشان يخلصني، افتخر بالصليب ربنا اللي اتصلب عليه عشان يخلصني من حكم الموت الابدي. فكله افتخار بربنا. ده الافتخار الرائع الممدوح من الله اللي ربنا كمان بيطالبنا نفتخر بيه. من يفتخر فليفتخر بالرب، حاشا لي افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح. ده الافتخار الرائع الجيد اللي ربنا عايزه. اما الافتخار بقى بالمال، بما املك، بالعيال، بالصحه، بالمراكز، كل ده افتخار رديء، لانه هيتاخد هيتاخد. احكي لك موقف، احكي لكم احبائي السامعين موقف لخبره حياه للي عايز يتعلم، للي عايز يستفيد بجد. الدنيا دي ما بتدومش لحد خالص. واحد من ولادنا يعني كان المفروض ياخد مدير عام، ووكيل الوزاره مش عايز يديله وكيل عام لانه كان متعصب وده مسيحي طبعا، فمش عايز يديها له. فيعمل ايه عشان يزيحه من مكان وما ياخدش مدير عام؟ لازم ياخدها، ده حقه ترتيبه يعني. فيعمل ايه عشان يطلع المسلم اللي قبل اللي بعد منه؟ احنا وجود الاخوان في مصر لفتره طويله غيروا من ناس كتير بكل اسف، سمموا بدا الناس، وصل بيهم الناس السلفيين علنا كده في التلفزيون يقول ما تعيدوش على النصارى. تعيدوش عليهم، سلام. والصحف اتكلمت في الموضوع ده، مش بقول اسرار ولا بقول حاجه من عندي تعصب، ده واقع الناس عايشاه وشايفاه والعالم كله عارفه، بيسمعوا صوت وصوره في التلفزيونات بتاعتنا. ما علينا يعني. فيعمل ايه؟ فراح نقل المفروض ياخد المدير العام دي، هي جت لازم ياخدها. فراح نقلوا اسوان كمان، راح نقلوا اسوان وراح مطلع اللي تحت منه يديله مدير عام. بس الاول قبل ما ينقله فجابه قال له انت خلاص بنقول اسوان عشان ازاي يا باشا مش عارف ايه. قال له ده مصلحه العمل، مصلحه الشغل، عايزينك هنا انت كفء ومش عارف ايه، وعايزين مجدك اسوان عشان تضيع عليه ايه الدرجه. تجي لي يوم الخميس تاخد جواب، تعمل اخلاء طرف وتاخد النقل، امر النقل. حاول معاه ما فيش فايده. الرجل ده كان قبلها ظهر دير القديس الانبا صموئيل المعترف، و وعرضته صوره للقديس الانبا صموئيل كبيره قوي، فقال لهم انا عايز اقول ده مش بنبيعها، قال لهم ارجوه ادفع فيها اللي انتوا عايزينه بس هاخدها، انتوا اعملوا غيرها. المهم خد الصوره ماشي وجابها حطها في البيت عنده في الصالون. كان ده قبل الحكايه دي باسبوع. فلما عرف كده رجع بيعيط بقى ومنهار، فراح وقف قدام صوره القديس الانبا صموئيل، قال يعني انا حبيتك لدرجه ان انا ضحيت عشان اجيب صورتك عندي، اول ما ادخلك بيتي تطلعني انت بره البيت توديني اسوان؟ انا مش حق، مش معقول. لا ما تعقدنيش منك، اوعى تصدمني فيك يا ام صموئيل، القديس ام صموئيل المعترف، انت تتصرف. والراجل جاي طالبني يوم الخميس عشان ما اقدرش اعمل وصايه مع صباح الجمعه بقى وخلاص خلص الموضوع. مرات وكيل الوزاره ده عيت عيا جامد ودخلت المستشفى. فيوم الاربع بالليل راح لها القديس الانبا صموئيل في المستشفى. الانبا صموئيل كان بعين واحده، فقال لها قولي لجوزك انت ناقل فلان الفلان ده ابني، ونقله نقل تاسف عشان تجيب واحد بداله اللي تحت منه تعمله بداله مدير عام. بيقول لك ابوه بيقول لك لو ما رجعتش ابني تاني مكانه ولغيت النقل بتاعه واديته حقه انت هاخد روحك، هتموتي مش هيلاقيكي تاني خلاص، يا حياتك يا النقل ده. المهم جوزها راح لها يزورها بعد شهور، قالت له بقول لك ايه، انت عندك واحد موظف اسمه كذا كذا؟ قال لها القديس الانبا صموئيل في الرؤيا. قال لها ايوه عرفت منين؟ هو جالك؟ قالت له لا طبعا ما جاليش. قال انا ما بحكيش اي حاجه عن شغلي لمراتي خالص. طب عرفتيه ازاي؟ طب بعت لك حد؟ قالت له لا ما بعتش حد. طب قولي لي في ايه؟ عرفتيه ازاي؟ قالت له جالي واحد قال لي ان هو ابوه، جالي في الرؤيا بالليل امبارح، قال لي ان هو ابوه وده ابنه. بس كانت غريبه جدا، انه لابس لبس الرهبان بتاع السدر على راسه وفيها صلبات دي، وبعين واحده، قالوا الثانيه مقلوعه. فقال لي جوزك ابن فلان الفلاني، جوزك نقله كذا كذا، فقولوا له يا حياتك يا يرجع في كلامه ثاني ويدي له حقه. قال له بص يا حياتي يا اما الراجل ده. قال لا خلاص حياتي طبعا اهم، قال حلغي النقل.
المهم يوم الخميس راح عشان الراجل ياخد بقى اخلاء الطرف وياخد امر النقل. فدخل لوكيل الوزاره قال له اتفضل اقعد. قال له متشكر يا باشا. قال له اتفضل اقعد عايزك. قال له انت ليك اب بعين واحده؟ ليك اب بعين واحده؟ قال له اب بعين واحده؟ قال له اه في اب بعين واحده بس غريب، انا عارف ان الرهبان ما بيتجوزوش، فازاي ابوك وهو راهب؟ قال له ايه الحكايه؟ فطبعا الراجل عرف، فقال له اه طبعا ده ابويا وحبيبي وده انا ما بيسيبنيش. قال له طب وصيه على مراتي ما يجيش يشمتها. قال له يعني ايه؟ قال له حصل كذا 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 وجالها وقال لها ده ابني وما بتعرفش اي حاجه عن الشغل، قالت لي اثبت بالكامل وقالت لي اللي حصل كله. بص يا عم ادي امر النقل اهو، وانت مدير عام، وطول ما انا عايش في الشركه دي، طول ما انا موجود فيها محدش هيقدر ينقلك مكانك، بس توصيه بقى ما يجيش يشمتها، خليش فيها بقى. قال له خلاص حاضر، واتنقل الموضوع. الراجل اللي وكيل الوزاره كان متعظم جدا ويفتخر ان هو يقدر ينقل بني ادم ويشيل عنه درجته ويبهدل ويعمل، هو بيفتخر ان هو يقدر يعمل وعمل. لكن قدر يكمل؟ لا. قدام عمل ربنا قدر؟ لا. طب الاخ بقى اللي خد مدير عام ده واتلغى النقل بيفتخر بقى بمين؟ بربنا. ليه؟ بالظبط بربنا، لان هو ملوش اصلا وصايد غير ربنا، غير قديس الانبا صميم المعترف. اختبارات حيه وجميله جدا جدا. جميله قوي، نستفيد منها كمان يا صميم. ده الافتخار الرضيء بقى. الدنيا مش دايما حد. كملت الايه ايه؟ الايه 17 بقى تيال. اتفضل يا صبنا قرانا. فمن يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئة له. اظن الايه دي فيها كلام كتير جدا. فعلا. اولا انا شايف ان فيها عشان التفسير كامل فيها ثلاث حاجات مهمة جدا. فيها المعرفة من يعرف. وفيها العمل ان يعمل ولا يعمل. وفيها الخطية فذلك خطيئة له. ثلاث نقط مهمة جدا في الآية الصغيرة دي. طب قدسك هتكلمنا ايه عن اول نقطة؟ المعرفة والعمل والخطية. لو هنتكلم عن المعرفة المعرفة هنقول عنها ايه؟ طبعا في ناس تعرف طريق ربنا، وفي ناس تعرف وصايا ربنا، وفي ناس تعرف الصح من الغلط، وفي ناس ما تعرفش. ايه ده معقول في ناس ما تعرفش؟ والناس اللي ما تعرفش دي ذنبها ايه؟ ذنبها ان احنا لازم نعرفها. في حزقيال النبي يقول له يا ابن ادم، حزقيال الاصحاح 16 على ما اذكر، حزقيال النبي الاصحاح 16 بالتاكيد يعني، يا ابن ادم عرف اورشليم برجاساتها. عرف، يبقى الناس دي مش عارفه، فلازم حد يعرفها. فالناس في المعرفه اللي مش عارفه محتاجه حد يعرفها. طب والناس دي حد هيعرفها ازاي؟ الا ما تروح بيت ربنا وتسمع كلمه ربنا، تسمع وتسمع وتفهم، تعرف الصح من الغلط، تعرف طريق ربنا. اذا الناس مطالبين انهم يروحوا الكنيسه عشان يسمعوا ويعرفوا. ومع ذلك حتى ناس ما بيروحوش كنيسه او رافضين يروحوا الكنيسه، يبقى مش عايزين يعرفوا، تبقى دي خطيه عليهم. دي نمره واحده. وبرضه احنا مطالبين كرجال دين، كرعاه، كاباء، ان احنا نروح للناس دي بيوتها ونعرفها. اذا عرفوا وصمموا على اللي هم فيه هيدانوا دنيا واخره. خلاص احنا مش ربنا هنغير النفوس، ولا ربنا نفسه بيغير الناس غصب عنها. من يقبل الي؟ من يقبل الي؟ لا، في البخاري. اللي عاوز يعني. يا اورشليم كم من مره اردت ان اجمع بينك ولكنك لم تريدي، واذا بعدكم بترك لكم خرابا. الله ما بيجبرش حد انه يعرفه. لكن لازم نقول لهم سكه ربنا فين؟ طريق النور فين؟ طريق الضلمه وطريق الوحل فين؟ نعم. طب واللي عارف؟ من يعرف؟ من يعرف؟ ما يعرف هنا يبقى في ناس ما عندهاش معرفه. طب واللي يعرف؟ بص هقول لك على حاجه يا كريستين، بقول لاحباء السبعين، في حد في الدنيا دلوقتي قصاد وسائل الاعلام المتطوره والتكنولوجيا المتطوره ده الناس ده، حتى الفلاحين دلوقتي بقى، العمال بقى كل واحد معاه موبايل، والموبايل عليه نت وعليه فيسبوك، خلاص ما بقاش في حاجه. المعرفه ما بقتش موقوفه على المتعلمين بس، المعرفه بقت متاحه لكل فئات الشعب، حتى لو كانوا عمال، حتى لو كانوا عمال في ايديهم موبايلات وعارفين كل حاجه، عارفين احسن مني. والمعرفة متاحة على الفيس، العالم قرية صغيرة، والمعرفة متاحة لكل إنسان حتى لو مش بيعرف يقرأ ويكتب، لكن على الأقل قدامه اللي بيسمع في التلفزيون القنوات الفضائية، يعني حتى لو معهوش موبايل ما بيفهمش فيه، عنده القنوات الفضائية دخلت عنده لغاية البيت. ده القنوات المسيحية بس حوالي 15 قناة. حوالي 15 قناة، يمكن أكتر أنا حسب معرفتي يعني. بعكس زمان تماما، يعني زمان ما كانتش المعرفة بالشكل ده، وكانت محدودة. مش كده؟ وكان الإنسان هو اللي بيسعى ناحيتها، إن هو يقدر يروح ويعرف، هو اللي يعرف. لكن دلوقتي بقت متاحة لكل الناس.
وعن طريق الكتب كمان. يعني كتب ما زالت موجوده، اللي بيعرفوا يقروا، في ناس بتقرا كتير كتب، والمكتبات مفتوحه، والمكتبات اللي بتبيع كتب، ومكتبات استعاره. يعني ما فيش اي عذر للانسان، انت بلا عذر يا الانسان. فانسان مطالب انه يعرف. هلك شعبي من ايه؟ من عدم المعرفه. بالظبط كده، من عدم المعرفه. احنا مطالبين نعرف، ولو ما عرفناش ما سعناش للمعرفه، هنضل ان احنا ما سعناش لنعرف. الحد الادنى اروح الكنيسه عشان اعرف، حتى لو مش بعرف اقرا واكتب اروح الكنيسه عشان اعرف. لكن تجاهلي للمعرفه ورافض المعرفه، طب انا عايش ايه؟ طب ايه الفرق بيني وبين الحيوان؟ سوري في التعبير. مبقاش في فرق. مش هيبقى في فرق. المعرفه للانسان هي التي تميزه بالدرجه الاولى عن الانيمالز، عن الحيوانات. طبعا. فلازم اعرف. في مثل بيعجبني جدا بيقول اعرف شيء عن كل شيء. عن كل شيء. واعرف كل شيء عن شيء. تاني. اعرف شيء عن كل شيء. يعني اعرف عن عن الدين، عن الكتاب المقدس، عن الطقس، وعن اللاهوت، عن العقيده. اعرف عن تشريح جسم الانسان، اعرف عن النباتات والزراعات، اعرف عن المياه، اعرف عن الفضاء، عن الكون. اعرف حاجه. اسال اقرا اجيب كتب. انا شخصيا جايب كتب عن الفلك، جايب كتب عن تشريح جسم الانسان، جايب كتب عن امثال العاميه الشعبيه بقصصها، جايب كتب عن فلسفه لينين وكارل ماركس والفلاسفه القدماء والمستحدثين. انا شفت مكتبه قدسك، يعني حاجه مهوله يعني. أي لازم المعرفه، لازم المعرفه، اعرف عشان اشوف فكر العالم، فكر الناس ايه، واشوف ربنا بيديني ايه. فهيبان فكر ربنا المضيء جدا لحياه الانسان، الممتع والمريح للانسان. المعرفه مهمه جدا لحد تسكل. اعرف انا جايب كتب دواوين شعر، لان الشعر طبعا بيخلي الانسان مرهف الحس وحساس، ويقدر يصيغ اللي هو عايزه في قالب شعري مؤثر جدا جدا ورائع. يعني مثلا احنا عارفين قصه مثلا كريستين، قصه نقل جبل مقطم، قصه مشهوره معروفه. اما بتتقال كده غير ما تصاغت في قالب شعري، صاغ قداسه البابا شنودة الله ينحي نفسه ونفعنا بصلاته. يعني قلت تقدر تقول لنا منه جزء؟ يعني اقول اتفضل. كان بيقول على الكنيسه: كم قسى الظلم عليك، كم سعى الموت اليك، كم صدمت باضطهادات وتعذيب وضنك. كمل: اسالي عهد المعز، المعز لدينا الفاطمي، ده تاريخ بقى موثق. اسالي عهد المعز فهو بالخبره يعلم، اساليه كيف بالايمان حركت المقطم، جبل قد هز منك واذا شئت تحطم. إيمان. هنا صاغ الإيمان المسيحي، وصاغ واقعة تاريخية حصلت بشكل شعري حلو في قالب شعري. فالإنسان لازم يعرف، لازم يعرف يتذوق المعرفة في مختلف أنواعها عشان يقدر يقود حياته في طريق ربنا. هتدفعه المعرفة إلى أنه يعرف طريق ربنا صح. يبقى من يعرف؟ يبقى المعرفة لازم نعرف، لازم نعرف. اعرف شيء عن كل شيء، واعرف كل شيء عن شيء. يعني اعرف كل شيء عن شيء، يعني انا دلوقتي اعرف شيء عن كل شيء مثلا. تمام. اعرف بقى كل شيء عن ايه؟ عن شيء واحد. امسك الكتاب المقدس وادرس فيه، عملت فيه ماجستير، سجلت فيه دكتوراه، ومش مهمني كل ده، مش فارق معايا. انا فارق معايا ان انا اتعمق اكتر فيه. عملت طلعت فيه كتب تفاسير لامثال السيد المسيح بس، كلها في الاناجيل الاربعه، من اروع ما يكون، وهكذا. وقدسك بتفسرها لنا التفسير الجميل ده. العفو. فاعرف كل شيء عن شيء. انا احب الكتاب المقدس جدا، بعشقه، انه دستور حياتنا يعني. طيب لو اتكلمنا كمان بعد المعرفه عن العمل. يعمل حسن ولا يعمل. ايه رايك في الكلام ده؟ يعني هو المبدا بقى كده يا كريستين، ان لازم اعمل. طب في ايه بتقول كده فيها خطور؟ يقول الذي لا يشتغل لا ياكل ايضا. يعني ما يعملش مش من حقه ياكل. ودي بتبقى غلطه، ان احنا في الكنيسه نساعد شبان صغيرين. طب ده شاب، ما تشتغل وتصرف على نفسك وتصرف على اللي حواليك كمان. احنا نساعد، مفروض نساعد انسان مريض حتى لو كان شاب مش قادر يعمل، ست عجوزه، راجل عجوز مسن، ناس فقراء فعلا مش قادرين يعملوا، مفيش قدامهم فرص عمل خالص، وبيشتغلوا اوريدي بس لكن الدخل بتاعهم مش مكفي حاجه. يتساعد. لكن واحد شاب بكامل صحته ومجرد انه عايز ياخد فلوس كده على الجهاز من الكنيسه، لا ما نديلوش ولا مليم. ما نشجعوش على البطاله. ما نشجعوش ابدا على التكاسل والبطاله، دي خطيئه علينا احنا كمان لو عملنا كده. لابد ان يعمل. لابد ان يعمل. من شوفي، من يعرف ان يعمل حسنا ولا يفعل فذلك خطيئه له، دي خطيئه عليه هو. او انا اشجعه على عمل خطيئه ككنيسه؟ لا ما اشجعوش.
ولا هتبقى خطيئه علي انا كمان. صح. انا ادي الناس اللي فعلا محتاجه ولا تملك دخل ومفيش امكانيه تشتغل تدخل يعوض دخل يعوض كده انت تقف جنبه. وكان معلمنا يعقوب الرسول في الجزء ده بيقصد بس او مفهوم العمل بيقتصر على الناس اللي بتعمل يعني شغل، ولا كان عمل حسنا يعني ممكن يقدم شيء كويس لانسان تاني؟ الله، يبقى ده التفسير الاولاني لما يعرف ان يعمل حسنا لازم العمل. وانا قصدت ان انا اعمل ستريس عليها عشان ما حدش يتكاسل. يعني مثلا في ستات تقعد في البيت وجوزها هو اللي يعمل لها كل حاجه وهي قاعده برنسيس كده، وبعدين انت تجيب شغاله تشتغلها تكنسلها ماشي، حتى لو انت غنيه هتقدري اوكي، بس لو ست اصلا بتحب الشغل هتبقى قيتها مع الست الشغاله اكيد. طب ده اعملي ديت، طب خد دي تشيل معاها ديت، مراتي بتعمل كده بصراحه. فمهم ان الست اللي بتحب العمل تبقى قيتها بتاكلها مش قادره تسكت، لكن الست المتكاسله تجيب يشتغل يعملي وتسيبها تشتغل، عملت صح عملت غلط هي قاعده برنسس وخلاص على كده، وتدخل ما القاعدة تدخن يعني تجيلها أمراض الدين. الشغل ده صحة أكيد، الشغل صحة. يبقى أول عمل لازم أشتغل. حتى في مثل بيقولوه يعني الإيد البطالة حلوة. مش حلوة، فمن يعرف يبقى ده النوع الأول من العمل لازم أشتغل. نمرة اتنين، حتى في سفر الأمثال آخر الإصحاح يقول لك إيه؟ على المرأة، صفات المرأة الفاضلة، من صفات المرأة الفاضلة يقول لك تعمل بيدين راضيتين. صوروا ارجعوا لاخر اصحاح في سفر الامثال، هنتكلم عن المرأة الفاضلة 39، يقول لك تعمل بيدين راضيتين تجلب رزقها من بعيد كسفن التاجر. يعني تفكر ازاي تجيب رزق تدخله، مش معتمد اعتماد كلي على جوزها يصرف وهي قاعدة كده تاكل كشري ومحشي وتدخل. فتشتغل بيدين راضيتين، هي كسفن التاجر تجلب رزقها من بعيد وراضية كمان، وتمسك المخزن بكفيها وتعمل صوف وارجوان، تعمل موشيات، تعمل حاجات بلوفرات وحاجات وفساتين وحاجات لاهل بيتها من عمل يديها. امال ايه؟ الست الفاضله. ارجعوا لها من فضلكم يا سيدات يا فضليات، سفر الامثال اخر اصحاح. بيقول ايه؟ فلازم العمل. اما بقى الجزء الثاني اللي اثرتيه يا كريستين كنت قلتيه ايه؟ على العمل. يعمل حسنا ولا يعمل؟ اه حسنا. يعني مثلا انا مثلا انت حما مثلا. مثلا يعني ربنا يديك ان شاء الله قوه ان شاء الله وتبقي ام مش حما. تقدري تسعدي مرات ابنك. تقدري تفرحي قلبها. اعملي كده. لو ما عملتيش كده انت تقدري. بكلمة حلوة منك، باستضافتك ليها، بانك تعمل لها اكل وتدولها، بانك تجيب لها هدية في عيد ميلادها، بانك تقابليها حلو كده يعني. انت تقدري تعملي حلو ليها. لو قدرت تعملي وما عملتيش خطية عليك، ده مش كلامي. ارجع للآية دي، يعقوب اصحاح 4 آية 17 آخر آية. من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. فذلك خطية له. يعني مش الخطية بس الحلفان والشتيمة وكده، لا أهو. ده اللي ما يعرفش كمان يعمل حاجة كويسة. يعني لو قدرتي تعملي حاجة حلوة وتسعدي بها غيرك، لو قدرتي مثلا تزوري عيان وتخدميها، لو قدرتي مثلا تساعدي فقير، لو قدرتي تعملي أكل للأسرة فقيرة مش بتقدر تعمل، وهكذا. قدرنا نساعد في معرض، قدرنا نساعد في هدوم للفقراء. من يعرف أن يفعل يعمل حسن ولا يعمل فذلك خطيئة. طب هنا بقى ما قالش من يعرف ان يعمل حسنا وطلب منه. ده مش مشروطه بطلب. يعني انا مش منتظر ان حد يطلب مني فاعمل فاتحسب تتحسب لي، لا. ده انا من غير ما حد يطلب مني. خلي بالكم الايه، من يعرف حاجه ترجع لي، يعني انا اعرف ان انا اعمل حاجه حلوه من غير ما حد يطلب مني ان اعملها وما عملتهاش، فدي خطيه علي. خطيه علي. ايوه، امال ايه؟ اعرف ان انا افرح قلب مراتي. اعرف اقول لها كلمه حلوه. اعرف امتدحها، الله الله قصة شعرك دي رائعه، لون شعرك النهارده تحفه مثلا. يعني اقدر اقول لها اللبس بتاعتي شيك قوي عليكي، انا ما دفعتش فلوس، لكن انا قلت الكلام صدق اللي انا شايفه بصدق قلته، فدي بتسبب فرح اللي قدامي قطعا، على الاقل بتسبب له راحه نفسيه. وممكن تسكته او تصبره على حاجات ممكن تكون صعبه في الحياه كتير، بتدي له تفاؤل، بتقدر تخليه يقدر يكمل. بالظبط. يعني الكلام الحلو ده ليه عوامل ايجابيه كتير يعني جد. في حياه الانسان. طبعا بالظبط كده.
واقدر اهدمه نفسيته على الاخر بكلام برضه ما خلوش ينام. او ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ دي قصه شعر، ده لون شعر ده مقرف، تخيل بقى احباط، يعمل احباط اللي قدامه مثلا، او انه يتجاهل، او واحد هتقول جزء تفكر نفسك راجل زي بقيه الرجاله، شوف بقيه الرجاله عامله ايه، عاملين ايه وعاملين ايه لاهاليهم وعاملين ايه لمراتهم، انت قاعد كده خلاص، كلام محبط، كلام محبط جدا ومؤلم، يسد نفسه يبقى مش طايق يشوفها، اما بيشوفها بتجيب له الغم وكذا. لكن فمن يعرف ان يعمل حسن قولوا كلمه حلوه، الجواب الله يصرف الغضب، والكلام الموجع يهيج السخط كما قال الكتاب المقدس. يعني العمل الحسن الحد الادنى الكلمه الطيبه. اجدادنا قالوها في مثل بلدي، قالوا لقيني ولا تغديني، لقيني ولا تغديني، يعني قابلني مقابله حلوه، قابلني مقابله حلوه، مش مهم تاكلني ولا تشربيني، بس كلمه. لكن ايه فايده ان انا اجيب لك فلوس واحط عليك كده فلوس ما هي بتاع شويه، ما عملتيش كده ليه؟ ده اكل مش كويس، يا عم خد الفلوس كلها بس اعملني حلو، بس اتكلم كويس، بس اتكلم كويس، حسسني بانسانيتي، حسسني بادميتي، حسسني ان انا انسانه انت بتحترمها وبتحبها ومقدرها مثلا يعني. وبنفس كده الراجل، ربنا يخليك ليا ما يحرمش منك، ده انت ولد، ده انت الهديه ربنا اداها لي، ده انا مش ما لقيتش زيك في الدنيا، انت بجد راجل مثالي، هتخليه يتشجع انه يعمل اكتر كمان. بالظبط بالظبط يا كريستين، يتشجع انه يعمل اكتر. لكن في ازواج الاثنين واخدين سد الحنك ما يعرفوش يقولوا كلمه طيبه ابدا، دي خطيه. من يعرف ان يعمل حسنا ده العمل الحسن، قول لي كلمه حلوه تفرحني، تريح قلبي، تشددني، تحسسني بالامان، حافظ على مشاعري، حافظ على مشاعرك، وهكذا. الحاجات دي مهمه في السلوكيات المسيحيه جدا، هي دي المسيحيه. المسيح على المجد قدموا له المراه السامريه ما قالهاش كلمه واحده تجرحها، بالعكس امتدحها، وهي قالت له نص الحقيقه، احنا نعتبرها كذب بس هي مش كذب، هي بنص الحقيقه. لما تقول له اذهبي وادعي زوجك، قالت له ماليش زوج، ما قالهاش انت بتكذبي، قال انت كذابه، ما قالهاش كده، امال قال لها بالصواب يا جابتي، ان مالكيش زوج، لان كان ليكي خمسه واللي معاك الان مش جوزك. خافت، قالت له ارى انك نبي، ابقى انا ساجد في هذا الجبل وانت بتقول سجود، نقلت على طول، عرفت الحس ان النبي كشفها وعرقها، فنادت للسجود بقى، ومش السجود عرفت ربنا بقى. فهنا المسيح لغايه حوار بقى كامل مش وقته دلوقتي، لغايه ما اعلن الله عن ذاته ان هو بقى المسيح المنتظر اللي جاي يخلصها، سابت جرتها مست ميه العالم، وجاري بقت مبشره، وجابت الناس امنوا بالمسيح الميت والسامره. بكلام الحلو. بالكلام الحلو، بالكلمه التشجيعيه. شجع مراتك بكلمه طيبه تحطك في قراصها. تهد في بتكسر في مقاديفها هتكسر في عظمك. خلي بالك. احذر يا عم احذر. ربنا يحافظ عليك. احنا عايزين حلقات بقى او برنامج كده قدسك تعمله لنا للاسري. بجد فعلا كده بجد قدسك يعني بعد ممكن بعد كلام حلو كتير قوي بيخص الاسره، وكمان خبرات حلوه يعني بتفيد الكل بصراحه. احنا ممكن بعد ما نخلص الاستاذ معلم يعقوب دي الساعه الخامس، ممكن نعمل حلقه على الاسره فاصل، بجد يا ريت فاصل، خلاص اوكي انا بجد يا ريت انا خلاص نوعد المشاهدين بكده، نعمل حلقه اتنين على قد ما نخلص الكلام على خلاص، ما فيش بحيث ان نغطي كل حاجه يعني. انا شايفه قصتك عندك حاجات حلوه كتير يعني، خبره سنين 70 سنه في الدنيا، ازاي نقدر نفيد المشاهدين بيها، منهم 40 سنه كهنوت، ربنا يخلينا قصتك يا رب، ربنا يخلينا قصتك. يلا قبل ما نتنيح نقول للناس يخلي بالهم، ربنا يخلينا قصتك ويديك طول العمر يا قصابونا. فمن يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطيئه له. يبقى انا مش منتظر حد يقول لي اعمل ايه. ومش بس معلمنا يعقوب الرسول قال ما تعملوش الخطيه، ده بيقول لو ما عملتوش حاجه حلوه هتبقى خطيه. طيب اخر حاجه بقى، عشان انا شايف وقت الحلقه ماسكه في الساعه، هو قرب ينتهي. فعلا خلاص، هو فعلا ما هو الوقت الحلو مع قصتك بينتهي بسرعه، ربنا يخليك. يبقى الخطيه، اذا هنا تعريف جديد للخطيه. احنا عارفين الخطيه مثلا ايه، حلفان، شتيمه، كذب، تكسير الوصايا، يعني هي دي الخطيه. لا ده طلع بقى مش الخطيه، مش تكسير الوصايا بس، لا مش بس حلفان، شتيمة، كذب، زنا، كبرياء، إدانة، لا لا لا، ده كمان اللي الناس مش واخدة بالها فيه في جهادها الروحي، إن أنا قدرت أعمل حاجة حلوة ما عملتهاش بقت خطية عليها وهتحاسب عليها. خلي بالكم يا أحبائي، لو أنا قدرت أعمل حاجة حلوة وما عملتهاش بقت خطية عليا هتحاسب عليها في الآخرة. انتبهوا يا أحبائي جدا جدا، عشان تبقى حياتنا الروحية حياة متكاملة، ونروح السماء كده في أماكن حلوة إن شاء الله. ربنا يبارك حياتكم ويحافظ عليكم، و
يجي على كلام ربنا في قلوبنا وفي ذهننا على طول وما ننساوش ابدا عشان نقدر نستفيد. ما حدش ليه سلطان عليكم تعملوا او ما تعملوش، لكن الذي له السلطان ان يلقي الجسد والروح كليهما في جهنم خافوا منه، نخافوا منه ويعملوا حسابه عشان هو ده اللي هيحاسبنا يوم الدين. امين امين. ربنا يبارك حياتكم. هو للاسف وقت الحلقه انتهى يا أتسابونا، لكن بجد احنا كلام الكتاب المقدس كلام جميل، وقدسك بتوصله لنا برسائل حلوه وبجد بتبقى مشبعه زي اسم البرنامج بتاعنا. احنا بنشكر قدسك شكرا جزيلا أتسابونا ابراهيم عبده كاهن كنيسه الشهيده العظيمه بوسيفين والشهيده دميانة بشبرا. اهلا شكرا خالص خالص. ربنا يخليك يا أتسابونا، بتشرفنا في كل مره بوجودك معانا. شكرا خالص خالص. في النهايه بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، على وعد بلقاء متجدد الاسبوع القادم، والى اللقاء. مصدر شبعي، مصدر شبعي.